اني عايز اخلص الدوري ان شاء الله 15 7 لكل الانديه، تمام. وهيتوقع بس 3 مباريات للاهلي ايوه. من المجريات عشان هو ما يكونوش مؤثرين على اي نادي من هبوط او الانديه. تتويج. ايوه، فكل ولكن الاتجاهات بعد ديت. ما الزمالك ينهي مبارياته والاهلي لسه ما خلصش الدوري، هيبقى الزمالك ممكن يأيد صفقاته ولا ده بيتعمل ازاي؟ لا، لازم الفريق الدوري يبقى كله يكون خلص. بعد نهايه المسابقه. انما الاتحاد العربي، انا لما كان اجل. وقت القرعه ما اتعملت، انا كنت قلت لهم ان في مشكله هتحصل، تمام. مش بالنسبه لنا احنا لوحدنا، بالنسبه للانديه كلها، ان في انديه لعبت التصفيات بلاعيبه معينه تمام. والموسم بالنسبه لها هينتهي، فبالتالي اللعيبه ديت هتمشي، في بعض اللعيبه هتمشي، مفهوم. وفي لعيبه تانيه جديده هتخش على الفرقه، فبالتالي يعني لو عملوا حساب العدد اللاعبين في القايمه، كان في لعيبه هتمشي وفي لعيبه جديده، فممكن القايمه ما تبقاش كامله للانديه ديت، وفي انديه جايبه لعيبه، عندك لعيبه في فتره الاعداد اللي هي في وقتها البطوله العربيه، تمام. لان البطوله في وقت بين موسمين وقت صعب بالنسبه للانديه كتير، فهم قالوا ان هم هيتصرفوا. طبعا لازم هيبقى فيها استثناءات يعني، ولها حلول، ايه نوع لان طبعا الاستثناءات الممكنة؟ انه مثلا يتساب يعني ممكن فراغات تملأ ببداية البطولة؟ لا، يعتمدوا العقود يعني، نادي نادي الزمالك متفق مع لعيب تمام. لمده موسمين ثلاثه، خلاص هو العقد دوت ياخده بالعقد دوت، ان اللاعب ده خلاص يعتبر ان هو موجود في النادي مفهوم. طيب يعني. يعني ليها تمام حلول كتير، تمام وهم طبعا نادي الزمالك بشعبيته وكبرته، انا كده البطوله العربيه محتاجاه، ومحتاجاه، هو النادي الوحيد اللي في مصر الحماس في مصر، تمام فاكيد ليها حلول. مفهوم. فانت عارف دايما البطولات العربيه بتبقى صعبه، لان فيها من اسيا وفيها من افريقيا، مظبوط. والامور مختلفه والمواعيد مختلفه، هو الاتحاد العربي قادر طبعا وعنده من الخبرات ان هو يحل المشاكل دي. تمام. طيب الدوري كده يوم نهايته هتكون يوم ايه؟ ان شاء الله للجميع يوم 15، تمام. بتبقى 3 مباريات للنادي الاهلي. فينتهي يوم حاجة وعشرين. 25 25. الموسم المقبل يبدأ امتى كابتن عامر؟ انا كان في تنسيق مع مستر فيتوريا، ولسه قدام بيديني القرار النهائي، لان الاجنده كانت في شهر سبتمبر، ايوه. فهل هو عايز يلعب جولتين قبلها، او لو هو مش محتاج الكلام دوت علشان اللعيبه ترتاح شويه، فممكن نبدا بعد الاجنده على طول. بعد الاجنده فانا حسيت ده مديله من الحلين كلامه. يعني، انا مديله الحلين لسه، وهو تمام. كلامه ان حيله لي ان شاء الله طبعا لمصلحه المنتخب هو اللي هيمشي. تمام مفهوم. مشاركة الأهلي في بطولة أفريقيا الشكل الجديد اللي هي السوبر ليج هو في شهر 8 بحسب المعلومات المتاحة.